السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل. ان شاء الله النهارده هوريكم حاجات جديده جبتها من المكياج من جروب روضه. اللي ما شافش جروب روضه الفيديو اللي كان قبل ده على طول روحوا شوفوه، هتشوفوا الحاجات اسعارها تحفه جدا، وكنت سايبه لكم اللينكات بتاعت الجروب بتاعتها، خشوا وانضموا ليها. وهوريلكم بقى شويه ارواج وحاجات دلعه كده واسعار تحفه جدا. الاسعار ان شاء الله مش هقولها لكم بقى في الفيديو ده، لان كده كده روضه قالت كل الاسعار في الفيديو اللي فات. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبتدي بيها وهو الفاونديشن بتاع بريتي وومن. الفاونديشن ده فول كفر تحفه جدا، دي الدرجه الغامقه بتاعته، لان طبعا زي ما انتم شايفين انا مش فاتحه يعني، فانا جبت اغمق درجه عندها. بصوا عامل ازاي، وكان سعره رخيص جدا جدا. شايفين يا بنات عامله ازاي اهو؟ الكفر بتاعه تحفه تحفه جدا. بستخدمه ككونسيلر، وبستخدمه كمان كفاونديشن لو حابه، وكتنظيف حوالين الحواجب. رائع رائع جدا، ومش بيأكسد، وتحفه جدا فعلا. السعر بتاعه كان وهم، وكمان الناس اللي تبعي بتعمل لهم ديسكاونت خاص، لما بتقول لها ان انا تبع يتي بتعمل لك ديسكاونت خاص. فبروحوا بقى شوفوا الجروب بتاعها عشان خاطر تشوفوا الحاجات بتاعتها اسعارها ايه. وبعدين من ام ان جبت الدرجتين دول. الدرجتين دول مش عايزه اقول لكم قد ايه تحفه ورقاق جدا جدا. الدرجه دي هي اللي انا حطاها دلوقتي. بصوا عامله زي، انا كمان مش حطاها رايح جاي، لا ده انا حطاها ومطبطبه، ثابتين جدا جدا جدا، ومش بيخلوكي بقى تقعدي، لا مفيش الحركه دي فيهم. نصيحه مني بقى من اي ارواج من الارواج دي اللي هي المط اللي بتنشف، لما تيجي تحطيها اوعي شفايفك تلزق في بعض، خلي شفايفك شويه ما تلزقش في بعض لحد ما ينشفوا، وبعدين عادي بقى ابداي ان انت خليهم براحتهم بقى، يعني اتكلمي بقى وكلي براحتك. غير كده بحس ان الالوان ما بتبقاش كده مظبوطه. فادي الدرجتين دول، انا هعمل لكم ليهم سواتش دلوقتي، هعمل لكم للدرجه دي حبيبه قلبي الكشمير. انا بعشق اللون الكشمير قوي، لان هو بيليق قوي قوي على القمحويات اللي زيي. شايفين عامل ازاي اللون يا جماعه؟ شايفين اللون تحفه 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 جدا يعني. كمان لما بحطه كده بس وانا قاعده في البيت، وشويه روجاجو كده حمار خدود، تحفه جميل جدا. درجته بص جميله قوي وشتويه. الدرجه اللي انا بقى حطاها، بس حاطه زي ما قلت لكم كده بالطبطبه، يعني مش رايح جاي اهي. شايفين الدرجه دي بقى عامله ازاي؟ كيوت قوي، اللي هو البينك اللي تحس ان مدي على كشمير شويه. وانا هسيبهم على ايدي عشان اوريلكم اصلا قد ايه هما بينشفوا، ما بيطلعوش غير فعلا بموزين مكياج. انا حاولت بجد ان انا اغسلهم بس بمنديل كده مبلول، واحاول ان انا اغسلهم كده بالميه عادي، والله العظيم ما اتعطعوا من مكانهم، ما رديوش يطلعوا الا بمزيل المكياج، ما اتحركوش من مكان. بعدين جبت الدرجه الاورنج دي من ارواج هدى بيوتي. الروج ده ارخص من الروج التاني على فكره، بس برضو جبار. جبت بقى قلت اجيب درجه بقى مطرقعه عشان ما يبقاش كله ده، وكنت بدور على درجه اورنج كده حلوه. شايفين عامله ازاي؟ جميله جميله وبتنور الوش جدا. شايفين اصلا كمان البيجمنت بتاعته عالي قوي قوي وتقيل قوي، من يعني مش بتحتاج ان انت تقعدي تاخدي تاني وتعملي طبقات، لا بتقدري ترسمي بيه الشفايف، وبيكون عامل طبقه عالي قوي. انا هسيبه لكم شويه لحد ما ينشف، واوري لكم ان الحاجات دي مش هتتحرك من مكانها الا بمزيل مكياج فعلا عشان خاطر يرضى يتحرك. يلا بينا بقى نعمل اختبار للارواج دي. الارواج اهي نشفت، شايفين؟ انا اقسم بالله بدعك، شايفين الارواج ما بتتحركش من مكانها. تعالوا بقى نجرب نشيلها بشويه ميه. ادي منديل اهو، حط عليه شويه ميه. ما تحركوش من مكانهم، مش هيتشالوا بالميه. لو عملت ايه مش هيتحركوا بالميه، لازم مزيل مكياج. تعالوا بقى نجرب بمزيل المكياج اهو. انا بستخدم مزيل المكياج ده من اوبال، ده بيبقى عامل مش عارفه 8 جنيه ولا 9 جنيه، تمام اهو. اه يا حبيبي ماشي. لازم بقى تقعدي تعفري معاهم شويه
عشان يرضوا يتحركوا. اهو فظاع فظاع يا جماعة. بص لازم، بص انا حاطة مزيل مكياج، مزيل مكياج ده قوي جدا. بصوا لازم اقعد ادعك كده. بص المنديل حصل فيه ايه عشان يرضوا يتشالوا. صراحة جودتهم في الثبات تحفة جدا، بالنسبة لسعرهم رخيص رخيص رخيص. وكمان اللي ما بيبقى موجود على الجروب ده، روضة بتعمل لكم عليه كمان ديسكاونت لما بتقولها ان انتوا تبع عيادتي. ما تنسوش بقى تخشوا تطلبوا منها الارواش دي، وفعلا فعلا الارواش دي تحفة وثابتة وجميلة، وفي منها درجات. يا رب بس انت تعرفي تختاري الدرجة اللي انت عايزاها. ما تنسوش بقى تكتبولي في الكومنتات لو حد فيكم جرب الحاجات دي، يقول لنا رأيها فيه ايه، وتدعموني بقى بلايك وتشاركوا القناة. السلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.